الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الكابتن مصعب الشاعر، حياكم الله في قناتي. اليوم إن شاء الله عندنا مهارات القفز. بعضيكم كم من نوع من القفز؟ القفز على الرجلين والقفز على الرأس، بس بنحاسب ونتبع خطوات الأمن والسلامة، هاي أهم شيء. لا تنسون يا شباب، إذا بتسوون مهارات القفز عندنا وايد أشياء مهمة. أولاً إذا بنروح مكان نتأكد من وجود الأمن والسلامة، السيفتي، وجود اللايف جارد، المدرب أو أشخاص يعرفون يسبحون. ولازم نتأكد من عمق المسبح، إذا كان مو عميق نحاسب أثناء القفز. نحاول نقفز إذا كان المسبح أعلى من صدرنا فوق، القفز على الرجلين، بس إذا على الرأس يكون شوي الماي أعلى، زين؟ وما نكون على سرعة بدون ما نركض، لازم نكون من مشي أو من الثبات أفضل، زين؟ راح نشرح لكم الحين مع الشباب إن شاء الله أنواع القفز. إن شاء الله راح يكون يعني يوم مميز، وسامحونا هالفترة راح نقلل الفيديوهات بسبب أن دش علينا لشتة، فبيكون عندي فيديوهات اسبوعيا من فيديو الى فيديوين. فيعطيكم العافيه وحياكم الله. اوكي شباب، الحين نركز معاي، بنسوي القفز على الرجلين. اوكي، الجامب على الرجلين، زين. في البدايه نتهيئ حق القفز، شلون؟ نلاحظ مع بعض. يا شباب نقفز مع بعض، 1 2 3 نفسي. ايوه، شلون طريقه؟ شوي 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 نهيئهم حق القفز بشكل عام. 2 3 خول جو العقبه، 1 1 جامب. ايوه، ممتازين ممتازين، يلا اطلع فوق فوق. الحين القفز بشكل مستقيم، نلاحظ مع بعض، ما ننسى الخطوات المهمه يا شباب. نطلع فوق، نظر للامام، ناخذ نفس، نسكر يدينا، نسكر رجلينا، ننزل بشكل مستقيم، نسكر يدينا ونسكر رجلينا وننزل بشكل مستقيم. اوكي، ناخذ نفس ونطالع، اطلع الهواء تحت الماي. اوكي، اذا لمسنا الارض نضرب الارض ونطلع فوق، اذا ما لمسنا نسوي ضربات الرجلين ونطلع فوق. اوكي، نلاحظ معايا الحين. يا شباب نقفز مع بعض، 1 2 3 جو، يلا 1 2 3 خال جو. ممتازين ممتازين، النظر الأمام، نفس النقاط المهمة، نرفع يدنا وننزل بشكل مستقيم كلنا مع بعض، ها، all together، 1 2 3 جو. اوكي شباب سمعوني، الحين القفز بشكل مستقيم داخل دائره، ها، ما ننسى الخطوات، شوف اوب ننزل، ها. اوكي، اول ثلاثه مع بعض، ثلاثتكم توجذر، ها، يلا 1 2 3 جامب. ممتازين، صفقوا لهم صفقوا لهم، ممتازين، ها جاهزين، يلا 1 2 3 جو. صح، ممتازين جاهزين حق الجامب، 1 2 3 جو. ابطال ابطال، ممتازين شباب، جاهزين الحين. الحين بنصعب عليهم المهمه، القفز من على البورد من فوق اعلى، نفس النقاط. اوكي، انت داخل دائره، انت داخل دائره. اوكي، يلا ريدي، 1 2 3 جو جامب. وايد زين ابطال، صفقوا لهم صفقوا لهم، ابطال. اوكي شباب جاهزين حق الجامب، يلا 1 2 3 جو. يا سلام، هاي ممتاز، بطل خالد، زين خالد، 1 2 3 جو. يا سلام، شكل انسيابي ومستقيم، 1 2 3 جو. يا سلام يا سلام يا ابطال. اوكي، الحين عندنا القفز النوع الثاني شباب، القفز على الراس. اليوم بناخذ نوعين قلنا، القفز بشكل مستقيم، الحين القفز على الراس، بس راح ندرج في المهاره. متابعينا طبعا، القفز على الراس خذنا حلقات وايد من قبل، زين، تقدرون ترجعون لها وتتابعونها في بالتفصيل. احنا الحين بناخذها بشكل عام مع الاولاد مع الشباب، زين. نلاحظ مع بعض يا شباب النقاط المهمه. اوكي، الراس يكون في الماء، زين، اليد تكون بشكل مستقيم، اليد تكون بشكل مستقيم في الماء، اخذ النفس نطلع النفس تحت الماء من الفم او الانف. اوكي، نركز مع بعض الحين. فوق فوق، بنسبح بنقفز للحبل ونرجع،
1 2 3 جو جامب. اوكي الحين شوي نصعب المهاره، نحط اصابعنا، نلاحظ اصابعنا هني من الحد، والرجل الثانيه تكون ورا. زين نلاحظ مع بعض. يدك فوق، فوق يدك. ايه نقفز للامام للحبل. 1 2 3 جو. ابطال ابطال ابطال. عندنا القفز بشكل كامل، القفز على الرأس. لاحظ مع بعض الطريقة الصحيحة. أصابعنا تكون عند الحد، يكون أصابعنا يكون عند الحد. الريل الثاني تكون ورا بشيء بسيط. والنظر للأمام أثناء الجامب، ناخذ نفس ونطلع النفس تحت الماي. أوكي لاحظ مع بعض. وين 2 3 جو مشعل. اوكي ممتاز، جهز روحك فيصل. 1 2 3 جو. كفس ريلك، لا تكفس ريلك ها فيصل، لا تكفس ريلك، حاسب. يلا 1 2 3 جو. ممتاز ممتاز. يلا 1 2 3 جو. احمد جاهز؟ يلا 1 2 3. ممتاز ما شاء الله وايد زين. 1 2 3 جو. اخو جاهز خالد؟ خالد طلع طلع الفيديو، طق لي لايك ها سبسكرايب. اوكي قول لهم باي باي. 1 2 3 جو. يا سلام بطل. نلاحظ مع بعض يا شباب، الحين عندنا القفز، اخر قفزه من فوق البورد، نلاحظ مع بعض. بعد للثلاثة ها؟ 1 2 3 جو. جيت مي 5 جيت مي 5. يلا ابطال ابطال شباب، احسن مجموعة في الجام، ممتازين. حلو احمد. ما شاء الله اليوم مجموعتنا والشباب كلهم ممتازين في القفز. لاحظتوا شلون قفزنا، المكان، وضعية القدمين، وجود اللايف جارد، وجود المدرب، هاي كلها اتباع امن وسلامة. اجراءات بسيطة بس تنقذ حياتنا. يعطيكم العافية واسمحوا لي هالفترة انزل لكم فيديوهات متقاطعة اسبوعيا مرة او مرتين. يعطيكم العافية ولا تنسون الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. يلا مع السلامة.